السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دول ايه ده؟ ايه اللي انت بتخبيه ورا ظهرك ده يا رمزي؟ لا مفيش حاجه دول والله، مفيش حاجه. مفيش حاجه ايه؟ ما انا شفت يالا اللي في ايدك التانيه. لا دي انا مفيش اهو. يالا الجواب اللي في ايدك ده جواب ايه ده يا؟ ما تحرجنيش بقى دوله بقى. ايه يالا بتبع جوابات غربيه يا ده رمزي؟ لا يا دوله استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني هو فيها ايه يعني؟ هو غلط ان انت تحب يعني؟ جواب ايه ده؟ لا يا دوله هو غلط لو انا يعني حبيته ما قلتلكش، انت اول واحد تعرف يا دوله. امال ايه يعني الجواب اللي في ايدك ده يا دولا؟ يعني الجواب ده يا سيدي بتاع اللي هو المسابقات بتوع اليومين دولت كده، فانا بحل وببعت. يعني مسابقات؟ بتبعت لمسابقات يا ده رمزي؟ ده من زمان قوي قوي يا دولا، ده من ايام بمبم. ومن ايامها بقى ما كسبتش لغايه دلوقتي. تخيل يا دولا، مش عارف انا ايه الانتهاض اللي بينتهضوا لي ده اهو. طيب ومين اللي بيحل لك بقى المسابقات دي يا رمزي؟ طبعا انا يا دولا. ما بتستعينش باي حد يعني خالص؟ وعشان كده ولا مره كسبت. طب ونفسك يعني تكسب كام يعني يا رمزي؟ مليون جنيه. مليون جنيه؟ طب ولو كسبت المليون جنيه تعمل بيهم ايه؟ شوف بقى يا سيدي، اول حاجه هعملها ان شاء الله هقوم شاري بازار زي البازار بتاعك ده بالظبط. بازار زي البازار بتاعي؟ وايه كمان؟ واشتري كمان يا دولا بيت زي البيت بتاعك بالظبط، عشان بقى ابطل نوم البازار ده اهو. وكمان بيت زي بيتي. وايه كمان؟ وعربيه. عربيه تكون شبه عربيتك وزي عربيتك دي بالظبط بالظبط يا دولا. ومش عايز بقى ام زي امي ولا حما زي حماتي بالظبط برضو؟ لا يا دولا، هي المليون جنيه يعني هتكفي ايه ولا ايه ولا ايه يا عم؟ رمزي روح على المخزن نظفها. رمزي شوف شغلك يا ابني. ليه دول؟ ما شوف شغلك يا رمزي. حاضر يا دول. بتعمل ايه يا دودي؟ زي ما انت شايفه يعني هكون بعمل ايه؟ اصل انت مش عادتك يعني تقرا الجنون قبل ما تنام. بشوف يا ست الاعلانات بتاعت المسابقات. الا قولي لي يا رانيا، انت لو كسبتي مسابقه مثلا وفزت بمليون جنيه تعملي ايه؟ مليون جنيه ايه؟ ده انا لو اشتريت شويه مكياجات على شويه ملابس على شويه جزم كده المليون جنيه هتخلص عادي يعني. يا درجات الحاجات غليت. طب ما تقولي لي يا ماما زود لك المصروف. ايوه بس انت بتسال ايه يا بيبي؟ مفيش، اصل الواد رمزي مقدم يعني عشان يخش مسابقه ونفسه يكسب مليون جنيه، بس الغريب بقى هو بيفكر ازاي وبيحلم بايه؟ ايه؟ بيحلم يا ستي انه يشتري البازار بتاعي. البازار بتاعك؟ خص علي الواد رمزي ده على فكرة بقى، ده عنده تطلعات مستقبلية تصاعدية، رأس مالية، وعنده رؤى مستقبلية كادحة، ولعلمك أنا قلقانة منه. ما أنا كمان برضو قلقان منه، بس هنعمل إيه بقى؟ يلا تصبح على خير. تصبح على خير. بونوي. ألا أونا ألا دو ألا تري، نبدأ المزاد. 100,000 جنيه، مين يزود؟ 100,000 جنيه، مين يزود؟ 100,000 جنيه ايه؟ 100,000 جنيه ايه حضرتك يعني؟ محل في منطقة زي كده يساوي 100,000 جنيه، ليه حرام؟ خلينا نشوف شغلنا يا أستاذ عادل، وبعدين اسكت أنت! حاضر، منك لله يا رمزي، منك لله. يا نهار أبيض، يوم زي كده ويسيبني. ماشي يا رمزي ماشي. 100,000 جنيه، مين يزود؟ 100,000 جنيه، مين يزود؟ 110,000. 110 ايه يا جماعة؟ ما ينفعش كده 110. احنا عايزين المزاد يشعل يولع كده، ما ينفعش. 130,000 جنيه. 130,000 جنيه. 130,000 جنيه، مين يزود؟ عليا ب 140,000 جنيه. 140,000 جنيه. 140,000 جنيه، مين يزود؟ 250,000 جنيه فقط لا غير. انت كنت فين وجبت الفلوس دي منين؟ 250,000 جنيه، مين يزود؟ انا هنا. انا تري انا ترو. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. اسم حضرتك ايه يا استاذ؟ رمزي. الاستاذ رمزي. لا يمكن اللي بيحصل ده، مش مظبوط، في حاجه غلط. يا نهار اسود، ايه ده؟ رمزي يشتري البازار ازاي؟ ازاي؟ وبعدين يا استاذ عادل، قلت لك اسكت انت، وبعدين اقعد. سيبولي اقعد. مبروك يا استاذ، يبقى تعدى علينا عشان تاخد صوره العقد بتاعك. ماشي. اتفضل يا استاذ. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. ما تنساش بقى سعادتك الحلاوه بقى يا استاذ. خلاص خلاص خلاص، سمعت. خلاص اتفضل، ورش على التجار الخسرانين دولت. يلا. مشكرين قوي يا سعاده الباشا، مشكرين قوي. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي. يلا مأجرين بدل تجار خايبه. يلا يلا. يا رمزي رمزي، هو انت جبت الفلوس دي منين يا رمزي؟ اخيرا يا دوله اخيرا، الحمد لله كسبت اليانصيب.
كسبت ازاي؟ كسبت ازاي؟ يا عم ربنا بيسبب الاسباب، انت هتنق عليا؟ لا انا مش مصدق اللي بيحصل ده، انا اكيد بحلم بحلم. اوعى تصحى من الحلم ده، الحلم ده جميل قوي يا دولا. لا مدام حلم خلاص براحتك، مبروك عليك البازار، سلام عليكم. تعالى رايح فين؟ هروح بقى. هتروح فين يا دولا؟ انت نسيت ان انا اشتريت كمان البيت بتاعك والعربية بتاعتك مع البازار، يعني كل حاجة بقت بتاعتي، هتروح فين دلوقتي؟ يعني قصدك ايه؟ بص يا دولا انا مش قصدي حاجة، يعني انا لا يمكن انسى فضلك عليا، يعني البيت بيتك يا عم والبازار محفوظ شغلك فيه. يعني ايه انا هشتغل عندك في البازار؟ امال يعني هسيبك عواطلي كده هو انت تاخد من اللي يسوى واللي ما يسواش؟ هتبقى معايا يا عم، بس في مشكلة كده. يعني مشكلة ايه؟ انتوا دلوقتي وضعكم معايا في البيت يعني مش ظريف، يعني قصدك ايه؟ احنا لازما نبقى اهل. ايوه قصدك ايه؟ اتجوز سناء اختك. سناء قصدك ايه؟ اتجوزها يعني ابقى جوزها في البيت. لا تتجوز سناء اختي؟ لا انا مش موافق طبعا، مش موافق مش موافق. مش موافق ليه يعني؟ ايه يا دولا وانا ناقصني ايه يعني؟ وبعدين يعني انا بقيت غني، وما تنساش ان انا اشتريت كل الكمبيالات اللي عليك من التجار. لا 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 لا، مهما يكون مهما يكون انا مش هوافق ابدا ان انا ادي سناء ليك. لا لا اجوزها لواحد رمزي؟ واحد رمزي ازاي؟ انا مش موافق ابدا. مش موافق ليه يا دولا؟ بقولك ايه، فكر في امك، فكر في مراتك رانيا، فكر في سناء، فكر في ياسمين بنتك. ياسمين بنتك لما هتروح مدرستها البنات زمايلها هيشاوروا عليها ويقولوا بنت السجينة اهي، بنت السجينة اهي، بنت السجينة، بنت السجينة اهي. ايه ده؟ انت ايه اللي منيمك هنا؟ ما انا اصلي ها لقيت جوه في الاوضه يعني الشنط بتاعتك ماليه الاوضه، فعشان كده يعني قلت اسيب لكم الاوضه النهارده كمان عشان تتجوزوا يعني براحتكم. لا 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 يا عادل، ده ما يصحش خالص، يعني المنظر كده الناس هيقولوا علينا ايه؟ يلا ادخل نام في المطبخ انت ومراتك يلا. مطبخ؟ لا يا عادل مطبخ، لا يا عادل لا يا عادل. يا جماعه المطبخ حر جدا جدا وانا بتخنق من الحر واعصابي ما بتستحملش مطبخ، لا حرام عليكم. نعم يا حبيبتي، المطبخ ارتفعت درجة حرارته من عمايلك السودة فيه. ايه ده يا بابا، هما مين دول؟ ايه ده مش عارفاهم ولا ايه يا حبيبتي؟ ده عم رمزي وعمته سناء. طب هما عاملين كده ليه يعني؟ هما لسه جايين من حفلة؟ لا يا حبيبتي هما اتجوزوا. مبروك يا عمته، مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا حبيبة قلبي. عقبالك يا ياسمين. ان شاء الله عقبال كده اول ما نخلف بنوتة أمورة زيك يا ياسمينة. لا ما حدش لي دعوه بياسمين، دي بنتي. ايه ده؟ هياخدوا بنتي مني يا عادل؟ لا يا عادل لا، هسيبوا بنتي، حرام عليكم. ايه التخريف اللي انتوا بتخرفوه ده؟ احنا هنجيب عيال زي القمر. عيال وزي القمر؟ ده منين بقى ان شاء الله؟ هيبقوا شبه مين ان شاء الله؟ هيطلعوا لي انا طبعا. قصدي لمراتي حبيبتي الاموره دي. ايوه كده يا عادل. يا سلام بقى لو ياخدوا من سناء قوتها وجبروتها وياخدوا من رمزي ذكائه الحاد. مرسين يا عادل. مرسين، الله يرحم عصير البرسين. التارية يا اخويا التارية. بقول لك ايه، نومك في الصاله ده وضع مؤقت، بعد كده تنقل الاقامه في المطبخ. انت مشوه منظر الصاله. معقوله يعني؟ معقوله يا سناء؟ يعني يهون عليك اخوكي. خلاص ضغط لي على الوتر الحساس، سيبهم النهارده نايمين في الصاله. خلاص يا حبيبتي، احنا علشان الوتر الحساس نسيبهم في الصاله، وبعدين يبقوا يروحوا بقى في الانتريه مع الحمام في المطبخ. يلا بينا. يلا يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه ده؟ رايح فين؟ تعال. الباب اهو مش اهو. نظف كويس. حاضر يا رمزي. عايز حته ترابايه. حاضر. وما تقوليش حاضر. ماشي ماشي. لو سمحت. والله ايوه اهلا وسهلا، مساء الخير. انا كنت عايز ورقه باردي مكتوب عليها برديات العشاق.
برديات العشاء. سبحان الله يا عم، روح بقى هتلاقي البرديات العشاء دي انا في محل الدباديب اللي على اول الشارع يا حبيبي. ثانيه واحده بعد اذن حضرتك. ليه يا رمزي بيه؟ ايه اللي ليه هو مش سامع، مش عارف ان هنا هو المحل بازار؟ ايوه سيبنا نتصرف بعد اذنك يا استاذ زياد. يا رمزي سهلا، حضرتك طلبك موجود عندي. اهلا وسهلا. ثانك يو مان، ثانك يو. حضرتك دي برديه كان بعتها ايزيس لاوزوريس كان في عيد الام يعني. اوه انا ايز دي بكام؟ دي حضرتك ب 100 جنيه بس. 100 باون. ايوه يا فندم. That's too much. لا مش تو ماتش ولا حاجه. شوف yes. حضرتك الحبر بكام واوزوريس ده دفع قد ايه؟ اوكي اتس تو ماتش. اه لا اوكي يو ار نايس مان، اي ويل جيف يو. شكرا. هندر باون. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. مع الف سلامه. جود نايت. جود نايت. شكله اجنبي. شفت بقى بس ايه رايك اتصرفت ازاي؟ دول اتصرفت حلو قوي. انت طمعان فيها ولا ايه؟ انت ناسي ان البازار ده هون كله بتاعنا؟ ها؟ يلا بقى يلا روح نظف المخزن اجي وهات لي الكوكتيل اللي هناك ده عشان انا ايدي وجعان. يلا بسرعه. اتفضل يا رمزي. نظف المخزن كويس. ها؟ حاضر. وبعد ما تنظف المخزن تعالى نظف المخزن. حاضر. يلا. حاضر حاضر. ما توقعش حاجة. ايه ده؟ ولا عادل؟ ايه الصوت ده يالا؟ ده مفيش حاجة، مفيش حاجة يا رمزي بيه. مفيش حاجة ايه؟ وريني كده اللي في ايدك دي. ولا حاجة. اللي في ايدك التانية يا عادل. ايه ولا حاجة. اه صح، غريبة دولة بس الصوت ده انا عارفه كويس، ده صوت تمثال اتكسر صح؟ بصراحة اه تمثال اتكسر فعلا. ايه ده دولة عملتها ازاي دي؟ حلوة قوي قوي، وحشني صوت التماثيل دي والله يا دولة. يعني يعني فاكر انت يا رمزي لما انت كنت بتكسر التماثيل؟ فاكر؟ فاكر يا دولة، وفاكر كمان بقى حاجات كده جنبها. دولة تمن التمثال ده اخصمه من مرتبك يا عادل. ليه 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 ليه؟ طب يا رمزي بيه، ما انت ياما كسرت، انا عمري خصمت منك حاجه الصراحه. لا طيب خلاص، انا مرتبها هيكفي ايه ولا هيكفي ايه يعني؟ انا ماليش دعوه. انا ولا عايزني اوصل للي انت وصلت له ده بالبيجامه والبتاع؟ حاضر ماشي يا رمزي بيه. ماشي 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 ماشي. خد هنا خد هنا. انت بتقول ايه؟ بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه يا عادل يا سعيد؟ قلت ماشي ماشي ماشي. اه بحسب. بتحسب ايه؟ ما واضحه. ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم. يلا بسرعه تعالوا، الاكل جه الاكل جه. لا يا عادل لا يا عادل، مش كل يوم بقى فول وطعميه يا عادل. طب ما الفول بالطعميه والطعميه من الفول يا عادل، مفيش مره عجب الشكشوكه وبابا غنوك؟ شكشوكه ايه يا رانيا؟ مش تحمدي ربنا ان انا جايب لكم الاكل ده؟ دي مقدرتي يا ماما. وبعدين ما تنسيش يعني ان انا من 3 ايام ما اكلكم خضار. خضار؟ ده طبيخ قرديحي من غير لحمه يا ابني. لحمه؟ لحمتي يا ماما؟ لا 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 لا، لحمتي الحمد لله، ده كده حلوه قوي. بابا ماليش دعوه، انا عايزه لحمه. بكره بابا ان شاء الله يجيب لك لحمه عشان انت بنته حبيبته. ايه يا ماما؟ ماما ما تفتحيش عين البنت على الكلام الفارغ ده، انت عارفه جرام اللحمه بقى بكام دلوقتي؟ كلام فارغ ايه يا ابن الحلال؟ انت حرمنا من اقل احتياجاتنا الانسانيه المتدهوره. اقل احتياجاتكم ايه؟ استنوا بس، استنوا استنوا استنوا. ايه؟ انا شامم ريحه حاجه غريبه جدا. دختك اختك جوزها جايب لها حمام كباب كفته وكل انواع اللحوم اللي في الدنيا، عمالين يطفحوا من الصبح في الاوضه. قاعدين حمام وكباب وقاعدين بيطفحوا. طب انتوا ما طفحتوش معاهم ليه؟ الا ما حد عبرنا. ده انا امها اللي حملتها وهنا على وهن، ما عبرتنيش بحته لحمه ولا عضمايه، ناس رمم. بابا ايه؟ بابا بقى حرام عليك، عايزه لحمه. خلاص يا ياسمين يا حبيبتي، انا هاجي على نفسي وانا هتصرف، انا هجيب لك لحمه ما تقلقيش. جرس؟ ده حافظ مش فاهم. مين؟ 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 ما انا هو انا نفسي اهو اللي بخبط يعني. عايز ايه؟ عايز ايه يا دول؟ عايز ايه؟ يعني كنت عايز بس لو حته لحمه صغيره، مش عشاني، عشان ياسمين يعني. رمزي اقفل الباب يا رمزي. رمزي رمزي رمزي. يا ولاد اللذين. ماما يا حبيبتي اتفضلي الساندويتش الجميل ده علشان ربنا يخليكي ليا يا سناء.
ده أنا بقالي يومين هفتانة وبهبهب على حتة لحمة. أجيبي حتة حماتي؟ لا امشي بالهنا والشفا لوحدك يا ماما. ربنا يسامحك يا سناء، ربنا يسامحك. عمو رمزي حضرتك ما اديتنيش المصروف النهاردة. يا خبر أبيض، اخص عليا. لا أنا آسف يا ياسمينة يا حبيبة قلب، أنا أقدر كده برضو تنسى. معلش يا نونو، خد يا ست المية جنيه دي لهمت، خديهم همت، يعني صرفي نفسك بيهم، خدي هم كلهم اهو، صرفي نفسك بيهم لغايه لما ارجع يا ياسمينة. ايه ده يا بنت، ايه ده يا بنت، انت بتاخدوا المصروف من عمو رمزي ولا ايه؟ اصل حضرتك منعت عني المصروف. انا منعت عنك المصروف عشان في ظروف يعني. طيب يا بابا، عقبال ما ظروفتي تخلص هاخد من عمو رمزي. وتاخدي من عمو رمزي يعني مصروف 100 جنيه؟ ميات ميات ميات، معقولة يعني؟ معقولة ايه، كتير قوي الفلوس دي على البنت يعني. اللهم صل على النبي، انت مالك يا عم، خلي البنت تتبسط يا عم. انت تتبسط بكم الميات اللي انت بتدفعها لها دي؟ لا لا يعني كتير. وبعدين يعني تبسط البنت وتديها الفلوس دي كلها وتقعد تخصم مني؟ ده انا يعني دولة بتاع زمان، انت نسيت ولا ايه يا استاذ ياد يا رمزي؟ شفت نقول باسلوب الشحاته ده، يعني كل يوم اسلوب شحاته. الحاح مش عارف، مش هبقى اشوفك يا سيدي بعدين، هبقى اشوفك. وانتوا بقى ان شاء الله متشيكين كده ورايحين على فين؟ ابدا يا رانيا، اصلي نقنق حبيبتي يعني اتخنقت من البيت شويه ومن اللي في البيت يعني حبتين، فقلت يعني اخرجها شويه بالعربيه اللي انا اشتريتها من عادل. والله دي فكره كويسه قوي، طب ما تاخدونا معاكم نشم شويه هوا. والله دي فكره حلوه قوي. تعالى عادل، تعالى معايا. اجي معاك بجد؟ تعالى. تعالى فين؟ تاخده معاك فين؟ ياخدك فين؟ بيقول لك انا ومراتي هشممها شويه هوا، مش شممها شويه زفت. خليك حسيس يا اخي وسيبنا على انفراد. وفيها ايه يعني يا سناء لما نخرج معاك ونشم شويه هوا؟ ما انت ياما خرجت انت ومراتك وسبتوني في البيت اخلي لوحدي. يا سلام يا سناء، انا ما كنتش اعرف ابدا ان انت قلبك اسود قوي كده. قلبي كان مزرع وانت اللي صحرته، قلبي كان ابيض وانت اللي سودته بعمايلك السودا يا عادل. يلا بينا يا رموستي. احبك يا قاسي وانت قاسي. انت شفت حاجه لسه؟ ماشي يا سناء، ماشي يا سناء، انت ورمزي ماشي. تاني تجيب لي جزمة للمدرسة بدل اللي اتقطعت؟ ايه يا ياسمين يا حبيبتي، اول ما يجيلي فلوس ان شاء الله هجيب لك جزمة جديدة. طب ما انت يعني قلت لي كده مليون مرة. اعمل لك ايه يعني يا ياسمين؟ لما يجيلي فلوس هجيب لك جزمة، اعمل لك ايه؟ هو انت ليه مش زي عمو رمزي؟ عمو رمزي عمره في حياته ما قال لي لما يجيلي فلوس. ايه ده يا ياسمين، هقارنين انا بعمو رمزي؟ عمو رمزي ده غبي غبي. ليه يعني؟ هو عمو رمزي فلوسه ضاعت منه؟ قصدك ايه يا ياسمين؟ العربية اللي كانت بتاعتك دي متعبة قوي رمزي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة يا ولي نعمتي. لا لا يا دولا، ما تقولش كده يا عم، انا ربنا جعلني سبب علشان اللي زيك يقدروا ياكلوا عيش في الدنيا دي. احلى هدية لاحلى نقنق في الدنيا. يا ليه مكلف نفسك يا حياتي؟ ده الدولاب فوق بعضه مرصوص مرصوص، كوام كوام هدوم وجزم، مش لاقيه مكان احط قدم رجلي. يا حبيبتي البسي وتهني، وعندنا بدل الاوضه 3 اوض يا حبيبه قلبي، نبقى نخزن في اي اوضه منهم. ميرسي. بالعفو يا حبيبه قلبي. ياسمينة اتفضلي يا حبيبتي، الجزمه بتاعتك عشان تروحي بيها المدرسه فريره. ميرسي ميرسي. وهديتك يا رانيا هانم. انا رانيا وهانم؟ ربنا يخليك يا رمزي، ربنا يخليك ويبارك فيك ويعرفك يا رب يا اخويا، يا رب يا رب. يا رمرم، امال فين هديه حماتك؟ طبعا ما اقدرش انساكي، ام حبيبتي واحلى مرات عم في الدنيا. اتفضلي يا ست الكل. متشكره قوي يا حبيبي. وديا بقى لخالته ام رانيا ونوع ونوجع علشان لما يجوا بقى بالسلام. طيب وانا هديتي فين بقى ياض يا رمزي؟ يلا يا بيه. هديت ايه؟ هديت ايه عادل؟ انت مش كفايه التكاليف اللي انت مكلفاني في البازار وهنون في الشقه والعربيه الخربانه بتاعتك دي؟ عايز هديه كمان؟ بص بص النرفزه، ما تعصبش، اعملي لي كوكتيل، اعملي لي كوكتيل. حاضر. هيا يا ياسمينة حبيبتي، الجزمه عجبتك؟ حلوه قوي حلوه قوي، ميرسي يا بابا، ربنا يخليك ليا. العفو يا حبيبتي. مش انت، مش انت. بالعفو يا حبيبه قلبي. ايه ده بابا مين؟ بابا مين يا بنت انت؟ بابا ده، بابا ده، بابا ده.
وايه اللي بيحصل بالظبط؟ دي بنت انا، انت كمان بنت عايز تاخدها مني؟ لا 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 لا, لا. انا اكيد بحلم. فوقيني فوقيني يا رانيا، اضربيني بالقلم اضربيني بالقلم. لا لسه واقف لسه واقف، اضربيني اكتر اضربيني اكتر. عادل مالك يا حبيبي؟ عادل ايه اللي جرى؟ حلم مش حلم، لا ده كابوس كابوس كابوس. يا ساتر يا ربي، في ايه يا عادل في ايه؟ لا بس انا مش هسكت انا مش هسكت، انا لازم اتصرف. اتصرف؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت رايح فين يا بيبي؟ لازم اروح البازار دلوقتي حالا. دلوقتي هتروح تعمل ايه في البازار؟ في حاجه مهمه جدا لازم اعملها. يا عادل حرام عليك، الصباح رباح، احنا دلوقتي الفجر. الفجر ماشي، يبقى الصباح رباح، بس لما اروح الصبح ان شاء الله لازم اروح اخلص. ماشي يا رمزي ماشي يا رمزي. مش كل شويه امسح لك مراخيرك بقى؟ يا دول خير، ايه اللي جابك بدري كده؟ انا ولا اجي وقت ما انا عايز. انت مالك يالا؟ انت مالك؟ اخش بيتي واخش بازاري وقت ما انا عايز. طبعا يا دول ده بيتك ومطرحك يا دول. ايوه بيتي، وبيتي بقى هو نفسه بيتي، يعني انت مالكش دعوه خالص يالا. ماشي يا دول. بمناسبه البيت يا دول، البت ياسمين عامله ايه يا دول؟ دي بالذات مالكش دعوه بيها، اوعى تفكر تسال عنها. انا بقول لك اهو. ليه دول بقى ليه؟ بس يالا خد ده شيله من هنا. اقعد براحتي، بازاري بازاري، انا اللي جايبه بفلوسي، بحر مالي، اقعد زي ما انا عايز. ماشي يا دول اقعد براحتك يا دول. انا اقول لي يا ده رمزي. نعم. انت لسه معاك الجواب اللي انت كنت عايز تبعته للمسابقه؟ يا دول اهو يا دول. ايه هتحلولي يا دول؟ هتحلولي ليه كده دول بقى؟ مستقبلي يا عم، مستقبلي مستقبلي. مستقبلك ده ما تفكرش فيه، المهم مستقبلي انا، المهم انك انت تشوف شغلك في البازار، نلتفت لشغلنا بقى، واحنا هنفضل للمسابقات وحسك عينك. اسمع ان انت بعت للمسابقه ولا الفوازير ولا نيلي ولا شريان ولا حد من الناس دي، سامع ولا لا؟ حاضر يا دول بقى، حاضر بقى لتشوف بقى. خد تعال خد تعال. نعم دول. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش يا دول. بتبرطم بتقول ايه؟ انا مش شغل بقى. بس روح شوف شغلك اجري. ايوه كده كده استريحت. Thank you.